الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس كتاب الأذكار للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، ويصح أن تقول النواوي، كلاهما صواب، النووي والنواوي نسبة إلى نوى، نسبة إلى نوى. ونوى هي قرية من قرى حوران، وحوران تقع في جنوب أو جنوب دمشق، جنوب دمشق، نعم. وقبر الإمام النووي رحمه الله تعالى من أعاجيب الدنيا صراحة، من الأعاجيب. رحمه الله تعالى لما مرض في دمشق زار إخوانه من العلماء وودعهم، ثم قام بزيارة قبور أشياخه وأساتذته الذين أخذ العلم عنهم، وكأنه يودع الأحياء والأموات. ثم ذهب إلى قريته ليتمرض هناك، فإذا بالموت، يعني تكون منيته في قريته في نوى. فكان من وصيته ألا يجعل على قبره قبة، وألا يميز قبره عن غيره من القبور. كان رحمه الله تعالى مثلا في التواضع في حياته، فهو لم يرد أن يكون، يعني كان في حياته متواضعا، فلم يرد أن يكون بعد حياته بعد مماته متكبرا أو متجبرا. فقال لهم أنا أريد أن يكون قبري كغيره من القبور، وادفنوني مع الناس في مقابر المسلمين. هذا هكذا كانت وصيته رضي الله تعالى عنه وارضاه. دفن رحمه الله تعالى، وأنا زرت قبره أكثر من مرة، كنت أخذ زوجتي وأولادي أخذهم لزيارة مقامه وقبره رضي الله تعالى عنه، وكنا ندعو الله هناك ونتوسل إلى الله بهذا الولي الصالح. فلما دفن رحمه الله تعالى وعمل بوصيته، وكان قبره كغيره من القبور، فإذا بشجرة تنبت فوق قبره، شجرة عظيمة جدا ضخمة تنبت فوق قبره، هذا القبر وهكذا الشجرة نبتت فوقه. وهذه الشجرة إلى الآن، هذه الشجرة إلى الآن على مدى على 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 طول قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي تسبح بحمد الله وتذكر الله عز وجل ما دامت خضراء. حتى بعض الحمقى والسفهاء ظنوا أن تحت هذه الشجرة هناك كنز، فأرادوا أن يحفروا الأرض، حفروا ونزلوا إلى أسفل، ولكن ما استطاعوا أن يدخلوا تحتها مباشرة. تحتها يوجد جثمان وجسد سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فأصابت فقطعوا بعض جذور هذه الشجرة. على الرغم من ذلك بقيت الشجرة تورق خضراء فوق مقامي وقبر الإمام النووي رحمه الله. وأنا عندي في البيت تصوير كامل، فيديو إن شاء الله آتيكم به، إن شاء الله آتيكم به وأريكم ذلك. نعم، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار جل وعلا، مصرف الأمور مكور الليل على النهار، مكور الليل على النهار. هذا مأخوذ من قوله تعالى يكور الليل على النهار. لذلك قال الشيخ الإمام الضحاك رحمه الله أحد أئمة التابعين، قال معنى يكور الليل على النهار
قال يعني يلقي هذا على هذا وهذا على هذا إنا، وهذا على معنى مأخوذ على معنى التكوير في اللغة. ما هو التكوير في اللغة؟ التكوير لغة أحبابي هو بمعنى طرح الشيء، هو طرح الشيء بعضه على بعض، طرح الشيء بعضه على بعض. لذلك يقال كور المتاع، كور المتاع يعني ألقى بعضه على بعض. ومنه إذا كنتم تذكرون مر معنا نحن ويصح السجود على كور عمامته. ما هو كور العمامة؟ هو تلك يعني صح التعبير اللفة أو الدورة التي تدور. فذاك الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك اللهم من الصلاح بعد الفساد. أنت عندما تقوم بلف العمامة تكون قد أصلحتها، فإذا قمت بنقضها أفسدتها. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الصلاح من الفساد بعد الصلاح، من نعوذ بك من الفرقة بعد الاجتماع، لأن أنت عندما تقوم بلف العمامة تكون قد جمعت بعضها إلى بعض. نعم. فقال مكور الليل والنهار، مكور الليل على النهار. طبعا وتكوير الليل على النهار معناه أن الليل يغشى النهار، الليل يغشى النهار حتى يذهب الليل بضياء النهار، وكذلك يغشى النهار الليلة فيذهب ضياء النهار بظلمة الليل. قال تبصرة لأولي القلوب والأبصار، يعني مكور الليل والنهار لتبصرة، لأجل تبصرة لأولي القلوب والأبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار. لذلك قل اللهم اجعلنا عندك من المصطفين الأخيار. ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار. ماذا يعني فزهدهم؟ يعني قطع طمع قلوبهم عن هذه الدنيا، قلوبهم غير طامعة بالدنيا ولا معلقة بها. معنى هذا إن جاءت الدنيا لم يفرحوا بها، وإن أدبرت عنهم لم يحزنوا على فراقها. هذا معنى إيش قوله؟ إيه قال فزهدهم، هذا هو الزهد أحبابنا. الزهد حقيقة أن تكون الدنيا أين؟ في يدك لا في قلبك. وعلامة كون الدنيا في يدك لا في قلبك، انظر اسمع، اسمع بقلبك وعقلك، ما هي علامة كون الدنيا بقلبك، عفوا بيدك لا بقلبك؟ أنه إذا جاء من يطلب الدنيا التي معك وأنت على يقين بأنه أحوج إليها منك أن تبذلها له. أعيد، علامة كون الدنيا بيدك لا بقلبك أن يأتي إليك وأنت تعتقد صدقه، أن يأتي إليك من هو من يطلب منك هذه الدنيا وأنت تعتقد صدقه وتعتقد أنه أحوج إليها منك أن تبذلها له. هذا هو الزهد. الزهد ليس كلمات تقال، إنما هو منهج يعيشه الإنسان. اللهم وفقنا للعمل بصالح الأقوال والأعمال يا رب. قال فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار، أي وفزهدهم في هذه الدار. أول شيء قال وفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار. وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار. فاجتهدوا في مرضاته، واجتهدوا كذلك في التأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار.
بالعشي والإبكار. طبعا العشي هو من الزوال يعني من الظهر من الزوال إلى الغروب نعم إلى المغرب وقيل إلى المغرب نعم. والبكرة هي أول النهار البكرة هي أول النهار. فقال وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار. إذا العشي قلنا من وقت الزوال إلى وقت الغروب. وبعضهم قال العشي من وقت الزوال إلى طلوع الفجر هذا كله عشي. أما الإبكار فهو أول البكرة أول النهار. قال وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال. وعند تغاير الأحوال يعني المصطفى المختار يذكر الله في جميع أحواله في السراء والضراء في العسر وفي اليسر في الصحة وفي المرض في الإقبال وفي الإدبار. ليه؟ لما يذكر الله في جميع الأحوال؟ لأنه عبد لله في جميع الأحوال. قال وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار. آناء الليل يعني ساعاته. آناء الليل ساعاته. آناء الليل ساعات. آناء النهار ساعات النهار. فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. متى استنارت قلوبهم؟ متى؟ لما أداموا ذكره آناء الليل وآناء النهار. فأنت عندما تديم ذكر الله عز وجل هذا الذكر هذا الذكر مولانا مهمته تطهير القلب. أنت عندك إناء كنت قد طبخت به بالسمن واللحم والمرق ثم جاء إنسان وأعطاك كمية كبيرة من الطيب وردت أن تضعها في هذا الإناء هل تضعها في هذا الإناء وهو متسخ؟ لابد من عملية الجلاء والتنظيف أولا. هذا الذكر يجلو قلبك ينظفه يعقمه. فإذا ما جلي القلب نظر الله إليه فرآه مجليا نقيا صافيا فماذا يفعل الله به؟ يصب عليه أنواره صبا. ليه؟ لأن هذا القلب هذا القلب صار مهيئا لتلك الأنوار. لذلك فيما ورد أن الله جل وعلا خاطب سيدنا موسى عليه السلام وقال يا موسى ابن لي بيتا. قال يا رب وهل أنت ممن يسكن البيوت؟ قال يا موسى ابن لي قلبك ابن لي قلبك. فالقلب هو الملك في جسدك إن صلى وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنت إذا أردت لجسدك الصلاح ماذا يعني صلاح الجسد مولانا؟ يعني عينك لا تنظر إلى حرام أذنك لا تسمع إلى حرام أنفك لا يشم الحرام لسانك لا ينطق بالحرام. هذا هو صلاح الجسد هذا هو صلاح الجسد. وصلاح الجسد لا يكون إلا بعد صلاح القلب. فإذا كنت تشكو من النظر إلى المحرمات ومن الغيبة والنميمة وفعل المعاصي والذنوب والآثام عليك بإصلاح قلبك. كيف أصلح قلبي؟ تصلح قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل بالاستغفار. أول شيء سيأتي هذا معنى كله هذا ملخص المقدمة هي ملخص ما في الكتاب. أول شيء مولانا إذا أردت أنت لهذا القلب أن يكون أميرا وحاكما عادلا فتكون الأجزاء الأعضاء التي هي بمثابة الرعية. لأنه قديما ماذا قالوا أحبابنا؟ قالوا الشعوب على دين ملوكها الشعوب على دين ملوكها. إذا صلح الملك صلحت الرعية إذا فسد الملك
فسدت الرعية. هذا في الغالب، هذا في الغالب. نعم. فأنت إذا أردت للملك للقائد الأعظم في قلبي في جسمك الذي هو القلب أن يكون صالحا، أول شيء أول شيء يجب عليك أن تواظب على الأذكار المسنونة. ما هي الأذكار المسنونة؟ ستأتي معنا في هذا الكتاب. عندك أذكار الصباح إياك أن تتركها، أذكار المساء إياك أن تتركها، الأذكار بعد كل صلاة، الأذكار تقرأ هذه الأذكار بقلب يقظ وعقل حاضر، وليس هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا ليس بذكر، هذا ما يفعله كثير من الناس، لا قل سبحان الله. يعني هذا التسبيح ينبغي أن يكون أجمل أغنية تجريها على لسانك، وأجمل ألحان تسمعه أذنك، وأعظم غذاء تتلقاه روحك. هذا التسبيح بعد كل صلاة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. تعمل عقلك في التفكر بهذه الكلمات، ثم بعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآن يعني أصبح شيء يعني القلب قد تلقى ما يحتاجه من الغذاء. ترفع يديك تسأل الله عز وجل، القلب حاضر والعقل يقظ، تسأل الله فيكون سؤالك ودعاؤك بقلب حاضر لا لاه ولا غافل يستجاب لك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسرع استجابة، ماذا قال؟ قال دبر الصلوات المكتوبات. ليه؟ لأن في الصلاة المكتوبة يحصل هذا الذي ذكرناه كله. واضح الكلام أحبابنا؟ والكلام طويل حول هذا الأمر، سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى مفصلا بإذن الله تعالى. فأحبابي لنواظب على هذه الأذكار بعد الصلاة، أذكار الصباحية كل يوم 100 مرة، أستغفر الله 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، سبحان الله بحمده إلى آخره. تجلس مع إخوانك وتتكلم كثيرا كلام لا فائدة منه، هذه الأذكار تجلو وتعقم وتنظف وتطهر قلبك. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا. قال الله أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. الباري قال في القرآن واسأل الله من فضله، هذا أمر، واسأل أنت واجب عليك أن تسأل الله من فضله، ولا تقف في باب غير الله، قف في باب الله تبارك وتعالى. وأسأله المزيد من فضله وكرمه. القناعة من الله حرمان، لا يقنع من الله، الطمع ممنوع إلا في باب الله فهو مشروع، الطمع ممنوع إلا في باب الله فهو مشروع. ليه؟ لأنك تقف على باب الملك، ملك الملوك جل جلاله، فإذا ما قنعت منه فأنت محروم. لذلك النبي علمنا الطمع في باب الله تبارك وتعالى، فقال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، حيث يكون النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فلا تقنع في باب الله أبدا، دائما كلما أعطاك اطلب المزيد. استيقظت في جوف الليل فصليت ركعتين، قل يا رب أريد 4 8 10، اطلب المزيد دائما فالله يعطيك، واسأل الله من فضله. قال وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، آمين آمين. أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، فاذكروني أذكركم. نعم الله. لذلك قال يقول سعيد بن جبير يقول من أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه
فليس بذاكر وإن أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. فهمنا أحبابنا، نسأل الله السلامة. وقال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا يعني ليعبدون؟ يعني إلا معدين مهيئين للعبادة. فمن نعم الله عليك أن خلقك وأنت مهيئ مبرمج، عندك أدوات العبادة، فإذا ما أخللت بهذا الأمر فالوبال عليك عظيم. أنت مهيئ للعبادة، لماذا لم تعبد؟ نسأل الله السلام. فعلم بهذا أن من أفضل أو أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي المرسلين. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين، ولكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين. فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، على الراغبين بذكر الله عز وجل، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار، ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا يعني المتعبدون العباد، هم لا يحتاجون إلى معرفة الأسانيد، هم يريدون الثمرة فقط. أما الوقوف على الأسانيد ودراستها هذا خاص بالطلاب العلم المتخصصين بعلم الحديث. قال: ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين، بل يكرهون لا يحبون البحث في هذه الأمور، وإن قصر إلا الأقلين، يعني حتى الإسناد وإن كان قصيرا لا يحبون قراءته إلا القليل منهم، قليل من العابدين. ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين، وإيضاح مظانها، مظان جمع مظنة، مظان جمع مظنة، نعم. وذلك هو قال: وإيضاح مظانها للمسترشدين، قلنا مظان جمع مظنة، وكيف يكون إيضاح المظان؟ ذلك بأن يذكر الأحاديث في الأبواب الدالة عليها. يعني أنت مثلا إذا تريد معرفة ماذا تقول بعد الصلاة، تنظر إلى الفهرس فتقول تجد باب ما يذكر بعد الصلاة، فتجد الحديث الذي تريده، واضح؟ يضاف إلى ذلك أنت تقول هذا الحديث من رواه؟ يقول لك هو الترمذي، يكون قد أورد لك مظنة الحديث، يعني المكان الذي تجد فيه هذا الحديث أو الذي أورد وذكر هذا الحديث. فهمنا معنى قوله وإيضاح مظانها للمسترشدين، واضح إن شاء الله. قال: وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا. هلأ بعض المؤلفين كتب الذكر إلى آخره يذكرون لك الحديث دون أن يذكرون حكم الحديث أو من أخرج هذا الحديث. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قال لك: سأحذف لك السند وأذكر لك من خرج هذا الحديث. قال: وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها. سيبين لك هذا الحديث في آخر صحيح هو حديث أو ضعيف. فهذا كتاب عمدة، هذا كتاب عمدة، يعني ولا ينبغي صراحة كما قلت لكم سابقا أحبابنا أن تخلو منه مكتبة طالب علم، يعني حتى أولئك الذين لا يسمون عندما أرادوا طبع هذا الكتاب، هذا الكتاب مولانا تلقاه بالقبول العلماء كلهم،
بالإجماع. أولئك الذين ينكرون التوسل وغيره لما طبعوا هذا الكتاب حذفوا منه مباحث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه لا دين عندهم ولا أخلاق. واضح الكلام أحبابنا؟ وهذه طبعا موجودة في الأسواق، هم طبعوها، حذفوا منه باب زيارة القبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الإمام النووي يذكر الأدلة على ذلك ويدل ويقول إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والتوسل به من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. ساءهم هذا الكلام فحذفوه وطبعوا الكتاب. يسأل الله السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحذاق المعتمدين. وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم الحديث، سيذكر لك فوائد في علم الحديث الله ودقائق الفقه ومهمات القواعد. طبعا الإمام النووي رحمه الله كان شافعي المذهب ونحن أحناف، سنستفيد إذن عدة فوائد. الآن سنطلع على بعض المسائل في مذهب الإمام الشافعي ونأخذ هذا عن إمام من أئمتهم. الإمام النووي رحمه الله كان أحد أئمة الترجيح في مذهب الشافعية، وكتابه المجموع من أحد الكتب المعتمدة، وكتاب الروضة كذلك، وإن كان الروضة في يعني بعضهم قال المجموع أفضل منه. كذلك كتابه رحمه الله المنهاج كتاب معتمد، كتاب لخص ومجلد واحد، وشرحه الأئمة من بعده في كتاب مثلا تحفة المنهاج للشيخ ابن حجر، كتاب عظيم جدا تقريبا 20 مجلد. كتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج إمام الرملي شافعي كذلك، أنا من أجمل كتب التي قرأتها في شرح المنهاج، وأنا عندي الكتاب وكثيرا ما أقرأ فيه، هو كتاب مغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني. كذلك في مكتبتي فيها كتب كثيرة في الفقه الشافعي، يعني عندي مثلا كتاب الروضة، عندي المجموع، المغني المحتاج، حاشيتا قليوبي وعميرة، هذا هنا في مصر في دمشق كان عندي أكثر بكثير. كنت أقتني كثيرا من كتب الفقه الشافعي، ولكن أكثر ما كنت أحب أن أقرأ في كتابين، النهائي للرملي رحمه الله ومغني المحتاج شرح للشيخ الخطيب الشربيني. الإقناع كان عندي كذلك كتاب عظيم الفقه الشافعي، إلى غير ذلك من الكتب. قال ومهمات القواعد ورياضات النفوس والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين. يعني سيكون الآن مرشدنا وشيخنا وأستاذنا إلى الله عز وجل من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وأذكر جميع ما أذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. وقد روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من دعا إلى هدى. والهدى المراد به هنا ما يهتدى به من الأعمال، ما يهتدى به من الأعمال والأقوال، ما يهتدى به من الأعمال والأقوال. وقال كذلك إلى هدى فهو مطلق، يعني يتناول القليل والكثير. فأنت لو تكلمت بكلمة فيها خير، هذه كلمة قليلة فوقعت في مسامع كثيرين فقبلوها وعملوا بها،
فالله عز وجل يكتب لك فيها خيرا كثيرا. وكذلك إذا وقفت تخطب ساعة تعظ الناس لك ذلك أجر. ألفت كتابا ب500 صفحة صحيح ورقة كذلك لك فيه أجر. إذا من دعا إلى هدى سواء كان هذا الهدى قليلا أو كثيرا، المهم أن تشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل. فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه، طريق الخير يعني، والإشارة إليه إلى طريق الخير، وإيضاح سلوكه والدلالة عليه. وأذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه، فقلت روينا عن فلان الصحابي، يبين أن هذا صحابي لئلا يشك في صحبته. وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي 5: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة غيرها، يعني كالطبراني كأحمد كمالك، وسينقل كثيرا كذلك عن كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، هذا كتاب جميل جدا مجلد واحد. وأما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواضع، ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفي. يعني إذا كان الحديث ضعيفا سيقول لك هذا الحديث ضعيف، فإذا لم يكن ضعيفا وسكت عنه فهذا محجوم محتج به، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا. فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا، وقد حقق الله رجاءه فكان كتابه هذا كتابا معتمدا. ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة. والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات والدوام على أنواع البكرمات والجمع بيني وبين أحبابي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات. اللهم إنا نحب الإمام النووي، فحقق واستجب دعاءه أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أحبابنا الإمام النووي ورد اسمه، ورد الإمام النووي حزب صغير هكذا تستغرق قراءته أظن 7 دقائق. منذ كان عمري أظن 10 سنوات أو 12 سنة أهداني شيخي نسخة منه صغيرة، إلى الآن هي معي، إلى الآن يعني بعد تقريبا من 38 سنة، وأنا أواظب على قراءته في كل يوم صباح إلا ما ندر يعني. وأولادي الصغار، ابني أنا عمره 7 سنوات يحفظ هذا الورد كل يوم صباحا بعد صلاة الفجر، يأتي بالأذكار الصباحية كلها، ثم بعد ذلك يأتي لورد الإمام النووي. أنا أنصحكم بالمواظبة بقراءته وحفظه. ويبدأ بكلام جيد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديني. تعرفون هذا؟ نعم نعم، يعني موجود وثمنه أظن 2 جنيه أو 3 جنيه، يعني وهو مفيد جدا. أنا أنصحكم بالمواظبة يعني، والله يا أحبابي فيه خير كثير، فيه خير كثير. مرة شخص كان مصاب يعني بأذى، تعرض لأذى من الجن والشياطين إلى آخره، أحد أشياخنا أمره أن يقرأ هذا الورد، فواظب عليه لمدة 2 أو 3، فرأى في منامه أن هذا الجنية يحترق، أنه يحترق، فأصبح في الصباح والحمد لله قد عافاه الله عز وجل من كل ما فيه من بلاء. فلذلك استمر واظب عليه. واظبوا عليه أحبابنا، أنا والله أنصحكم به. علماؤنا في الشام يقرؤونه ويواظبون عليه ويعلمونه لطلابهم كافة الطرق، يعني الشاذلي والقشبندي والرفاعي والقادري كلهم، يعني هذا كما قلت مولانا الإمام النووي رحمه الله إمام مجمع عليه متفق عليه، ما اختلف عليه أحد، ما اختلف عليه أحد، إمام عظيم رباني سبحانه. يعني
رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. فلذلك أحبابي أنا أنصحكم باقتناء هذا ال لماذا نقرأ ورد ولا نقرأ من سنن مثلا شيء؟ مولانا أنا قلت لك مولانا نأتي بالأذكار أولا ثم نقرأ. أولا ما قلت هذا؟ نعم. أين كنت أنت؟ أنا فهمت. أنت فهمت؟ أنا أفهم لماذا هو قوي هكذا وهنا موجود. أنت عندما أنا إن شاء الله تعالى سنفرد جلسة للكلام حول هذا الورد لتعلم بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الورد هو وضع معظم الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الله. طيب قال وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. توكلت على الله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، وفوضت أمري إلى الله، واستودعت الله ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ. قال فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفية. الآن الشيخ سيكلمنا عن الإخلاص في الأعمال. أهلا وسهلا ومرحبا. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل جلاله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني الإخلاص منكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه ولكن يناله النيات، يعني الله جل وعلا ينظر إلى نياتكم، فمن كان مخلصا في هذه الذبيحة قبلت منه. وليس مع أنت عندما تقبل الهدية ماذا تفعل؟ تأخذها وتنتفع بها. فهل إذا قبل الله ذبيحتك أخذها وانتفع بها؟ لا. فقبولها يعني الإثابة عليها. واضح الكلام أحبابنا؟ القبول يعني الإثابة عليها. إينا. قال معناه ولكن يناله النيات، فمن أخلص قبل منه فأثيب على عمله. قال أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف ابن الحسن ابن سعد ابن الحسن ابن المفرج ابن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه، قال أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سلمان الواسطي، قال حدثنا أبو نعيم سليمان الواسطي. ماذا عندكم؟ سلمان سليمان الواسطي. قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من هاجر من مكة إلى المدينة هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في هذه الدنيا في هذه الأيام من هاجر من بلده إلى مصر إلى الشام إلى بلد أخرى، لما أنت هاجرت؟ لأتعلم العلم. لما تتعلم العلم؟ لثلاثة أمور: أرفع الجهل عن نفسي، أعمل، وأعلم. فأنت مخلص إن شاء الله تعالى فهجرتك إلى الله ورسوله. أما لا، أنا هاجرت من أجل أخذ الشهادة الدكتوراه ثم أقوم بتعليقها على الجدار ثم أصبح موظف فأخذ الأموال كثيرة، فأنت هجرتك إلى الدنيا فهجرتك إلى ما هاجرت إليه. إذن إحنا في عندنا إذن مقصدان من جميع الأعمال.
إما أن يكون مقصدك الله أو غيره، وغير الله أشياء كثيرة لا حصر لها. فمن كانت أعماله لله فهي لله، ومن كانت لغير الله فهي لغير الله. ولا أحد يستطيع أن يحدد ذلك إلا أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الذي تحدد وتطلب من الله عز وجل الإخلاص والاستمرار على الإخلاص والثبات والقبول والتوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به. جميل هذا الكلام. فالمؤلف الكتاب عندما يبدأ كتابه بهذا الحديث كأنه يقول لك: إياك أن تكون قراءتك لهذا الكتاب لغير الله، احرص على أن تكون مخلصا. قال: وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطاب رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين. لما؟ قال: لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، على قدر ما تكون مخلصا لله تبارك وتعالى يأتيك المدد والتوفيق والحفظ من الله. نسبة الإخلاص عندك 10%، المدد يأتيك والتوفيق 10%، نسبته 90% يأتيك الحفظ والمدد 90% إلى غير ذلك. قال ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. فلان ينوي الخير للناس كلهم، فالناس كلهم ينوون له الخير. فلان ينوي الشر للناس كلهم، فالناس كلهم ينوون له الشر. فأنت انتبه. قال: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. أرد الخير والفضل والحب للناس يأتيك الخير والحب والفضل من الناس. قال: وروينا وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء. ترك العمل هذا من أجمل وأفضل تعاريف الإخلاص والرياء. اسمع هذا الكلام واحفظه جيدا. قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كيف يعني ترك العمل لأجل الناس؟ انتبه عليه. أنت إنسان ما شاء الله ملتزم بأداء السنن، تصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات سنة، وتصلي بهدوء وبتؤدة، وتقرأ في كل ركعة صحيفة من القرآن. يعني 4 ركعات تأخذ معك وقتا طويلا. صادف أن كنت في مجلس فيه بعض أصدقائك من طلاب العلم، وربما موجود بعض الشيوخ إلى آخره، فأنت قلت: أنا لا أريد أن أصلي الآن 4 ركعات، سأصلي 2 ركعات. لما؟ قال: حتى ما يظن أصدقائي أني الآن أصلي 4، وأني في العادة أصلي 2 ركعات. أو يقول: أنا لن أصلي السنة القبلية اليوم. لما؟ قال: حتى ما يظن أصدقائي أو شيوخي أو أساتذتي أني أصلي أمامهم رياء، وأني لا أصلي بيني وبين الله عز وجل. فيترك هذا العمل، فتركه من أجل من؟ من أجل الناس. هذا ماذا يسمى؟ رياء. أنت الآن ارتكبت معصية، المطلوب منك ألا تفعل طاعة في العلانية لا تفعلها في السر. هذا المطلوب منك. إن فعلت طاعة في العلانية أن تواظب عليها في السر. هذا المطلوب منك. احفظ هذا. المطلوب منك ألا تفعل طاعة في العلانية وتتركها في السر، أن تفعل طاعة في العلانية ثم تواظب عليها في السر. عندها تكون أنت مخلص.
فإذا أنا أمام الناس لا أقلل من طاعاتي ولا أزيد من طاعاتي ولا أخشع أكثر في طاعاتي، وإنما أفعل ما أواظب عليه في بيتي وبيني وبين الله عز وجل. هذا معنى قوله ترك العمل لأجل الناس رياء. قال والعمل لأجل الناس شرك، أنا لا أصلي في العادي، ولكن معقول أصدقائي كلهم يصلون السنة وأنا لا أصلي السنة، فقام ليصلي السنة حياء من أصدقائه، هذا ماذا يسمى؟ شرك. لأن الذي حركه للعمل ما هو؟ الحياء من الناس، وليس الرغبة في ثواب الله عز وجل. فهمنا أحبابنا؟ كلام دقيق جدا. قال والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعم سيدي. يعني إذا كل يصلي وهو لا يصلي يعني يبقى كما هو؟ لا، أنا قلت لك الإخلاص أن تفعل الطاعة في العلانية وتواظب عليها في السر. قم فصلي معهم تواظب عليها في السر، فيكون أصدقاؤك أصلح فساد قلبك. وهذه هي الفائدة في صحبة الأخيار وصحبة الطلاب العلم والصالحين، يأخذون ينهضون بك يغيرون من حالك. أنت لا تكون تصلي السنة، فالآن صليت، فعندما تجلس بينك وبين الله تتذكر هذا الكلام، هل أكون أنا مشركا بالله عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقوم تصلي الصلاة التي صليتها حياء من إخوانك، فتكون عادة وسنة ومنهجا لك بين ما بينك وبين الله. إذا هو أول مرة صلى حياء وبعد ذلك استمر، هذا لا يكون شرك؟ لا 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 يكون شرك. الطاعة الصلاة التي صلاها أولا التي صلاها كانت بداية الصلح إن صح التعبير مع الله عز وجل، كانت بداية يعني أول شيء أول. لذلك إمام الغزالي ماذا يقول؟ قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. طلبنا العلم فكانت البداية لغير الله، ثم جاءت بعد ذلك صارت لله، فالله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات، يبدل الباري تبارك فضلا منه، فضلا ورحمة جل وعلا. وربنا يتعامل مع المؤمنين بالفضل لا بالعدل، يتعامل مع المؤمنين بالفضل لا بالعدل. نعم. وأيضا مراد بترك العمل عمل الصالح فقط أم ترك العمل هذا عمل الصالح؟ لا، ترك العمل الصالح، ترك العمل الصالح، وترك المعصية حياء من الناس، ترك المعصية حياء من الناس هذا لا يثاب على الترك، لا يثاب على الترك. يعني من ترك المعصية حياء من الناس يعني هو غير مخلص، هو مرائن، هذا لا يثاب على الترك، واضح؟ أما لو ترك المعصية خوفا من الله يثاب على ذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله، نقف نحو عدوى عن الدرس القادم إن شاء الله نتابع دروبين عن السيد الجليل. نقفنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا من أسرار الفاتحة.